اتلتيكو مدريد الاسباني لونزاز الالماني ونشن الدور الاوروبي الدور ابطال اوروبا الربع النهائي تشامبيونز ليغ وين كانت المباراه قويه جدا المباراه اللي شاهدنا فيها الشوط الاول للنادي الالماني هذا اللي فاجأ اتلتيكو مدريد في الشوط الاول شنا كيفاش داني الذي سجل في الدقيقه 50 شنا جاو اللي دخل في الشوط الثاني وعد النتيجة عن طريق ضربة جزاء يعني شاهدنا كيفاش بوليان المدرب تاع لونيارش الألماني وين لعب خطة 3-3-3-1 شنا كيفاش سيموني المدرب تاع أتلتيكو مدريد اللي دخل بخطة تقليدية 4-4-2 وهي اللعب على الكرات المرتدة السريعة وين كانوا يشكلوا بها خطورة يعني اتجاه هذا النادي الألماني وين شاهدنا كيفاش بيتر الحارس اللي لعب دور كبير في هذه المباراه لوكاس شنا دايوت شنا مارسيل شنا كونارد شنا كيفان شنا مارسيل شنا يعني داني اللي سجل الهدف في الدقيقه 50 وخرج في الدقيقه 83 شنا كريستوف شنا يوسف بولسان يعني نقولوا بلي هذا اللاعب وين يقدم في مباراه كبيره وين شاهدنا كيفاش جان اللي انقذ المرمى تاعو في الشوط الاول وهو الحارس تاع اتلتيكو مدريد شنا كيران شنا ستيفان خوسي ماريا خيمينيز شنا كيفاش راون شنا خور شنا كوكي هيكتور شنا ساولو شنا يانيك شنا ماركوس ديغو كوستا اللي خرج الدقيقه 72 دخل مكانها الفارو موراتا شنا جاو المسجل الهدف اللي دخل في الدقيقه 58 وعد النتيجه في الدقيقه 71 يعني كانت المباراه مباراه كانت شيقه مباراه اللي كانت تكتيكيه شاهدنا كيفاش نقولوا باللي وين دائما وين كانت ليريارز الالماني وين قدم مباراه احسن من اتلتيكو الاداء في كل شيء وين قدم مباراه كانت شيقه مباراه كانت جميله وشنا كيفاش انتهت المباراه وشاهدنا كيفاش المباراه اللي كانت مفاجاه كبيره في هذا الدور الربع النهائي كانت مفاجأة يعني كانت نقولوا باللي دائما وين دور أبطال أوروبا الربع النهائي في نشاهدوا مفاجآت كبيرة وين شنا كيفاش لونيارز وين كان فائز في الدقيقة 50 شاهدنا جاو اللي عد النتيجة في الدقيقة 71 من جانب أتلتيكو مدريد يعني نقولوا أتلتيكو مدريد وين بعد تسجيل عليه الهدف وين رمى بكل ثقله وعد النتيجه في الدقيقه 71 كيفاش كانت المباراه مباراه اللي كانت بعد ذلك وين المباراه انحصرت في وسط الميدان وشاهدنا هجمه بهجمه يعني الهجمات تاع اتلتيكو مدريد الخاطفه وين لعبوا نعرفوا بالهجمات تاعهم بالمرتده السريعه الخاطفه امام فريق كتسب خبره كبيره رغم انه تاسس في 2009 لكن كسب خبره كبيره امام كبار اوروبا هذه هي النتيجه وين شفنا كيفاش الربع النهائي الدور ابطال اوروبا لينيارز الالماني اتلتيكو مدريد كيفاش انتهت المباراه اللي كانت شيقه انتهاء لاليارز ليفوز على اتلتيكو مدريد في مفاجأة هذا الربع النهائي يعني بالأداء والنتيجة بهدفين لهدف بعد ما كانوا فايزين في الشوط شاهدنا ثلاث أهداف في الشوط الثاني داني اللي سجل من جانب النادي الألماني في الدقيقة 50 جاو اللي عد النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 71 تيرار اللي أضاف الهدف الثاني للاليارز الألماني في الدقيقة 88 وين قتل أحلام اتلتيكو مدريد في الربع النهائي هذه هي المباراة هدفين لهدف فوز لونيارز بهدفين مقابل هدف امام اتلتيكو مدريد في الدور ابطال اوروبا الربع النهائي